ارحب بكم مشاهدينا في ملف اليوم. في تقرير اثار ردود فعل متباينه، مؤسسه او منظمه امنيستي الدوليه تؤكد ان اسرائيل تمارس سياسه الفصل العنصري وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك تجاه الانتهاكات ضد شعبنا الفلسطيني. هذا الملف الرئيس في حلقتنا في هذا اليوم، ونبدا بالعناوين. أمنيستي إسرائيل تمارس الفصل العنصري، وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. ترحيب فلسطيني سياسي ودبلوماسي واسع بتقرير أمنيستي. سياسة الاحتلال يهاجمون تقرير منظمة العفو الدولية. ونرحب بضيفنا في الاستوديو الذي يشاركنا في هذا النقاش. أهلا وسهلا بك سيد صالح حجازي، مدير مكتب القدس في منظمة العفو الدولية. وبالطبع سيكون لنا نقاش معمق حول فحوى هذا التقرير والأهمية له، ولكن بداية نتابع التقرير التالي الذي أعدته لنا كاملة. هذا التقرير يتحدث عن المؤتمر الصحفي في هذا اليوم الذي انطلق من القدس حول نظام الأبرتهايد الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. عقدت منظمة العفو الدولية في القدس المحتلة مؤتمرا صحفيا، وأطلقت تقريرا حديثا بعنوان نظام الفصل العنصري أبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، نظام قاس يقوم على الهيمنة والجريمة ضد الإنسانية. وخلال كلمة للأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية تحدثت عن التقرير الذي يكشف النطاق الفعلي عن نظام الفصل العنصري بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، مؤكدة أنه يعامل كجماعة عرقية ويحرم من حقوقه على نحو ممنهج في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. ما نشهده في هذه الأيام هو تصاعد القبول في المجتمع الدولي من قبل عدة مؤسسات، منظمات فلسطينية طبعا هي أول من أطلق هذا النداء، ولكن أيضا لحق بها مجموعة من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية والدولية مثل منظمة العفو الدولية اليوم التي استخدمت إطار نظام الأبارتهايد في تفسير الوضع في فلسطين. وبالتالي إذا تزايدت هذه الأصوات في التصاعد، أتوقع أن يتم قبول هذا الإطار الذي بطبيعة الحال الاحتلال الإسرائيلي يحاول مقاومته من أجل شرعنة نفسه وشرعنة احتلاله وشرعنة مستوطناته وشرعنة تهجيره للفلسطينيين. ودعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ناشدت جميع الدول لممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة. تقرير شامل أطلقته منظمة العفو الدولية من القدس المحتلة بعد أبحاث وتحقيقات كشفت من خلالها جرائم ترتكب ونظام فصل عنصري يتبع من قبل حكومة الاحتلال، مطالبين بالمحاسبة وتحقيق العدالة. لانا كاملة، القدس. من هنا ننطلق بالنقاش سيد صالح. إذن تنضم منظمة العفو الدولية لقائمة طويلة من المنظمات الحقوقية التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية. ما المعطيات الجديدة التي يضيفها تقرير أمنيستي اليوم وتحديدا القانونية منها؟ طبعا
نعم، التقرير مبني على أكثر من 20 عام من التوثيق منظمة العفو الدولية للانتهاكات الممنهجة من قبل إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطينية، ويعني توثيق جديد في سياق كتابة هذا التقرير اللي هو استمر لمدة 4 سنوات بناء على هذه التوثيقات وتحليل قانوني معمق للتوثيقات وللقانون الدولي. استنتجنا بأنه إسرائيل تطبق منظومة فصل عنصري أبارتايد ضد الفلسطينيين في كافة أماكن تحكم إسرائيل في الأراضي، وأيضا فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين بمنعهم من العودة. هذه المنظومة، منظومة فصل العنصري الأبارتايد، ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. أهم مقومات هذه المنظومة هي كالتالي: الشرذمة والتي هي أساسها النكبة، العزل والتحكم، السلب الملكية وخاصة مصادرة الأراضي بشكل عنصري، والحرمان من الحقوق الأساسية. إسرائيل أيضا تقوم، وهذه التوثيق يعني موجود في التقرير وهو يعني من 280 صفحة يعرض هذه التوثيقات، تقوم بأعمال غير إنسانية تشمل التهجير القسري، التعذيب والاعتقال التعسفي، الحرمان من الحقوق الأساسية، والقتل غير مشروع لإبقاء هذه المنظومة. هذا ما يعني يجعلها جريمة ضد الإنسانية. نعم، إذن يعني أنت تتحدث عن أشكال التمييز العنصري التي رصدها هذا التقرير، أو بالأحرى هو تحقيق معمق لكل هذه الانتهاكات والتي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية اليوم. نعم، يعني كل هذه الانتهاكات إطار الفصل العنصري، وهو إطار قانوني يعني مبني في القانون الدولي، قانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، بربط ما بين الانتهاكات كلها مع بعض. اللي بربط ما بين هذه الانتهاكات كلها هو النية في جعل اليهود أغلبية في فلسطين التاريخية، يعني إن كان إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإبقاء الفلسطينيين كأقلية مهيمن عليها. يعني فهذه النية هي ما يجعلها جريمة ضد الإنسانية، يعني وهذا معلن من قبل الإسرائيليين في تصريحاتهم، إن كان في وقت إنشاء الدولة أو حتى يومنا هذا، بغض النظر عن الحكومات يعني أو من كان مسلم الحكومة الإسرائيلية، وأيضا وهذا جدا مهم في القوانين والسياسات والممارسات. هذه النية موجودة هناك، وهي لهيمنة مجموعة، وهذا أساس الأبارتايد، هيمنة مجموعة على مجموعة أخرى. المجموعة الأولى هنا هم اليهود الإسرائيليين، على المجموعة الأخرى الفلسطينيين على شقي الخط الأخضر. طيب يعني إذا ما تحدثنا عن هذه المعطيات والتي اليوم تعتبر وثيقة قانونية يمكن البناء عليها في مسار قانوني في محاكمة لمرتكبي جرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، والملاحقة يعني القانونية التي بدأتها دولة فلسطين بالأصل، إن كان بمحكمة الجنائية الدولية، إن كان في أروقة الأمم المتحدة، من ناحيتك كيف يمكن أن تبرز هذا الموضوع والأهمية لهذا النوع من التحقيق الذي يبين هذه الانتهاكات ويعني يفصلها بشكل يعني معمق؟ يعني انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية كان من أهم الأسباب اللي دفعت منظمة العفو الدولية للنظر في جريمة ضد الإنسانية اللي هي فصل العنصري للأبارتايد. يعني الولاية القانونية لمحكمة الجنايات الدولية الآن هي جدا مهمة. هناك 3 قنوات للمحاسبة على المستوى الدولي. أولا محكمة الجنايات الدولية، وكما تعلمون هناك تحقيق مفتوح من قبل مكتب المدعي العام في جرائم إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هناك أيضا لجنة تقصي حقائق مقامة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهذه آلية جدا مهمة لأنها أولا غير محدودة في الوقت، ثانيا تشمل إسرائيل في تحقيقها، وثالثا هناك آلية مضمونة في داخلها لنقل الأدلة إلى محكمة الجنايات الدولية. القناة الثالثة هي الولاية القضائية العالمية، وهي يعني عندما تفتح الدول ولايتها القضائية لمحاسبة جرائم تحت القانون الدولي، يعني ضمن القانون الدولي بما فيها جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. هناك عديد من الدول الأوروبية على سبيل المثال اللي في يعني ولايتها القضائية مفتوحة، ونحن أولا ندعو مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لشمل التحقيق في الأبارتايد
شمل الأبارتايد في تحقيق المفتوح، ثانيا للجنة تقصي الحقائق في إدراج أيضا التحقيق في جريمة الأبارتايد، وثالثا كل الدول اللي عندها ولاية قضائية مفتوحة في التحقيق في جريمة الأبارتايد ضد الفلسطينيين. طبعا يعني الفلسطينيون لطالما طالبوا المجتمع الدولي بأن تعلي صوتها ضد نظام الفصل العنصري، وأيضا يعني أن تجهر بهذا الموضوع. يعني كم سيعزز ذلك مثل هذا التقرير وانضمام منظمة أمنستي لمثل هذه المطالبة، وأن يؤخذ بالفعل يعني كوثيقة اليوم يستند عليها، وخاصة يعني نحن نتحدث اليوم عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والهيمنة التي تحدثنا عنها بالخصوص، وكم هي بارزة اليوم يعني في مختلف مناحي الحياة وفي كل المناطق في فلسطين. نعم، يعني ما تضيفه منظمة العفو الدولية، يعني هنا يجب الإشارة أنه منظمة العفو هي حركة لحقوق الإنسان فيها 10 مليون عضو حول العالم في عدة دول. هذه يعني بداية إطلاق التقرير، هو أيضا إطلاق لحملة يقوم بتجنيد الأعضاء للضغط على دولهم، للضغط على إسرائيل وللضغط على المؤسسات الدولية من أجل تفكيك منظومة الفصل العنصري الأبارتايد الإسرائيلي المقام ضد الفلسطينيين. واحدة من القنوات اللي نعمل عليها كمنظمة عفو دولية من خلال نشطائنا وأعضائنا حول العالم هو في الضغط على البرلمانات، بالأساس أعضاء البرلمان في طرح الأسئلة، في مساءلة حكوماتهم تجاه موقفهم ودعمهم، وخاصة يعني الدول الداعمة لإسرائيل بخصوص دعمهم لإسرائيل الغير مشروط، وهو يعني جزء أساسي لغياب المحاسبة الآن. يعني إحنا موجودين في هذا الوضع لأنه هناك غياب شبه كامل للمحاسبة من إسرائيل. وكان يعني من ضمن التقرير مطالبة للمجتمع الدولي بالتدخل أمام ما يحصل. هل لمستم ردود أفعال يعني كانت مستجدة حول ما طرح في هذا التقرير؟ نعم، يعني هناك يعني ردود أفعال برأيي إيجابية، حتى لو أنه على سبيل المثال ما تبنت بشكل مباشر بأنه موقف بأنه إسرائيل تطبق منظومة وجريمة الأبارتايد. منظمة العفو الدولية هي منظمة يعني دول حول العالم، برلمانيين سياسيين يعني معنيين جدا بالتوثيقات والتقارير، ومن ضمنها هذا. يعني مستحيل تجنب أولا تقرير مثل هذا مستند على توثيقات، على تحليل قانوني معمق من قبل خبراء، وأيضا مستحيل كمان يعني تجنب الضغط اللي ستمارسه أعضاء سيمارسونه أعضاء المنظمة يعني في الضغط على حكوماتهم. فإحنا نأمل إنه هذه الحملة ستجعل دعم إسرائيل أكثر صعوبة على هذه الدول، خاصة يعني الدول الموالية لإسرائيل. طيب يعني حدثنا أكثر عن هذه الحملة، الأليات التي سيتم العمل من خلالها، وأيضا المعيقات التي تتوقعونها، وأنتم تعملون يعني على مدار 20 عام في هذا المجال الحقوقي، وتحديدا نتحدث اليوم عن الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني بس الإشارة، أمنستي منظمة العفو الدولية تعمل منذ الستينات على توثيق وضع حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني مع في من ضمن الحملة هو فعليا يعني إعطاء أدوات للنشطاء والأعضاء، على سبيل المثال كتابة الرسائل بشكل مستمر لأعضاء البرلمان الممثلين عنهم لمطالبتهم بمساءلة حكوماتهم، في رفع الوعي. يعني في جزء كتير أساسي من الحملة هو جزء تعليمي عن ماهية الأبارتايد، الفصل العنصري في القانون الدولي، الأبارتايد في التاريخ. يعني هناك مقارنة ما بين جنوب أفريقيا، فلسطين وماينمار، وهو السياق الآخر التي يعني استنتجنا كمنظمة عفو دولية أن هناك منظومة أبارتايد فيه.
والوضع وخصوصا يعني في عمق الوضع في في فلسطين يعني. فهناك ادوات تعليميه، هناك ادوات لرفع الوعي، وهناك ادوات للمناصره بالضغط بالاساس على البرلمانات، تغيير من الداخل والضغط من الخارج من قبل برضه العمل بالشراكه مع المنظمات الفلسطينيه الدوليه والاسرائيليه. يعني لاولا خلص تثبيت التعريف بانه اسرائيل تطبق منظومه الابارتايد، ومن ثم الانطلاق من هذا التثبيت إلى العمل، العمل نحو المحاسبة. طيب سيد صالح، سنكون مع تقرير أيضا نتحدث فيه وللمشاهدين حول ما يأتي في خضم هذا التقرير من تأكيد على سياسة الفصل العنصري التي تمارسها إسرائيل، والذي يضاف لتقارير المنظمات الحقوقية الأخرى التي تعنى في هذا الشأن. في الوقت الذي تمضي فيه حكومة الاحتلال بلا هوادة في سياسة التهويد وممارسة أعتى صنوف القمع والبطش بأرواح المواطنين ومقدراتهم ومصادرة أراضيهم لفرض وقائع استيطانية على الأرض، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا شموليا جديدا أكد أن سلطة الاحتلال تمارس نظاما عنصريا قاسيا ضد أبناء شعبنا قائما على الاضطهاد والهيمنة. تقرير منظمة العفو الدولية أعاد إلى الأذهان لعشرات التقارير التي صدرت من منظمات تحتل أهمية كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، كمنظمتي هيومان رايتس ووتش وبيت سيلم الإسرائيلية، اللتين أكدتا مرارا وتكرارا أن إسرائيل دولة تمارس التطهير العرقي وتخطط بممارساتها كل الخطوط الحمر، سواء بسفك دماء الأبرياء وهدم بيوتهم ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم، إلى جانب تقييد حركتهم عوضا عن حرمانهم من ممارسة حقوقهم الدينية من خلال سيطرتها على المقدسات ومحاولات الاحتلال تقسيمها زمانيا ومكانيا كما يحصل في المسجدين الأقصى والإبراهيمي. نشر منظمة العفو الدولية تقريرها الجديد الذي احتوى على حقائق أظهرت هول ما يتعرض له أبناء شعبنا بفعل الاحتلال وسياساته، رغم محاولة المستوى السياسي في تل أبيب ممارسة ضغوطات كبيرة لإجبارها على عدم نشره، حتى وصل بهم الحال مؤخرا إلى اتهام المنظمة الحقوقية بمعاداة السامية في ديباجة تجد فيها ضالتها لطمس صوت أي منظمة أو موقف يفضح جرائمها ويكشف الوجه العنصري القبيح للاحتلال الذي تحاول تجميله عبر ترويج شعارات رنانة أنها واحة للديمقراطية وحقوق الإنسان. إجماع السواد الأعظم من المنظمات الحقوقية الدولية أن إسرائيل تمارس التطهير العرقي والاضطهاد ضد أبناء شعبنا في كل مكان وزمان، ونشر ذلك بتقارير شمولية تم رصدها وتوثيقها بطريقة شفافة وموضوعية. وعليه فإن هذه التقارير تحمل في طياتها أهمية سياسية وقانونية كبيرة في تدعيم حراك القيادة في محكمة الجنايات الدولية ولفت أنظار العالم إلى جرائم الاحتلال، حيث إن مثل هذه التقارير الصادرة عن منظمات غير رسمية ولا سياسية تؤخذ بعين الاعتبار ويكون حجم التفاعل الدولي معها أكثر زخما وتأثيرا. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. إذن نتابع مشاهدينا أيضا حول ما جاء في هذا التقرير، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سالم الحقوقية. أرحب بك معنا في ملف اليوم. طيب يعني بتمنى أنك تسمعنا بشكل أوضح سيد كريم، إن كنت تسمعني أود أن أسألك عن متابعتك لتقرير أمنستي، الأهمية التي يحملها هذا التقرير اليوم والعنوان اللافت الذي يؤكد أن إسرائيل تمارس سياسة فصل عنصري ضد الفلسطينيين، يعني كيف تابعت فحوى هذا التقرير؟ اللي انت مساء ربا ولا
صديق صالح للاخوه المجتمعيين. طبعا التطوير مرحب فيه جدا من قبل الموظفين التي بتاكد على طبيعه الموقف اللي صار على الارض بيئات دراسه قانونيه حقيقيه لما هو قائم على الارض منظومه الابرقاد الاسلاميه اللي بالفعل تكلمت عنها خلال العام الماضي وايضا تكلمت عنها منظمه هيومن رايت كوست ايضا. طبعا هو تخصيص واقعي وحقيقي لما يحدث على الارض، هو وصف قانوني وتحليل قانوني لما مهم وما يحدث على الارض، بالتالي هو تقرير مرحب فيه وبيكمل الصوره بشكل كامل من خلال الحديث من قبل المؤسسات الرئيسيه في العالم حول منظومه الابرقاد الاسرائيليه ووصف حقيقي الى واقع الحال على الارض في داخل الاراضي الفلسطينيه المحتله وفي داخل الخط الاخضر، حيث ان نستثمر برضو كمان انه في هناك منظومه ابرقاد من نهر للبحر تشمل جميع فلسطين التاريخيه او جميع الجزئين سواء داخل 42 او داخل 67. التقرير اليوم اهميته بتكمن في انه يعني اكد على ما ذكر سابقا، اضافه الى انه كان في تحليل واسع جدا وعميق جدا وعمق للواقع الارض السائد من خلال تحليل الانظمه والقوانين الاسرائيليه من خلال وتمكنها من قبل الباحثين القانونيين والخطاء القانونيين. بالتالي رحبت في هذا القرار منظمه السلم من ناحيه، من ناحيه اخرى يعني كان في رد على وزاره الخارجيه الاسرائيليه وزير الخارجيه الاسرائيليه تحديدا لبيد بعلم تتهم منظمه هيومن رايتس ووتش السابق اليوم بالتالي امنستي انترناشونال بان منظمات معاديه للاسلاميه بانه هذه يعني محاوله لاخراج واكتشاف اي صوت من كتب الاحتلال وجرائم الاحتلال وممارسات العنصريه على الارض. اليوم احنا بنتكلم عن توصيف حقيقي للواقع وبالتالي لا يمكن اكتشاف الاخوات المعاديه لهذا التوجه لهذه السياسات. الحديث عن المعاداه الاسلاميه هو شكل من اشكال يعني تقليد نظام ضد المعادات الثانيه، جزء من استكشاف بضحايا المعادات الثانيه على مدى سنوات طويله وعقود طويله. لهذا طبعا هذا التخليص لم يكتف لا المنظمه التعاقد الدوليه ولا منظمه التكوين ولا اي منظمه دوليه اخرى، اضافه لاهميه تقرير مطالب المجتمع الدولي لاخذ دوره الحقيقي في مكافحه هاي الظاهره وهاي المنظومه من اجل تصفيتها وانهائها وتحليلها وتامين حقوق متساويه لجميع من هو مقيم على هاي الارض وعلى جنب الخط الاخضر من الفلسطينيين. نعم، طيب سيد كريم، يعني فيما يتعلق اليوم بالبناء على هذا التقرير واعتباره وثيقة قانونية يمكن البناء عليها استثمارها في المعركة القانونية ضد جرائم الاحتلال، يعني كيف يمكن توظيف ذلك؟ بالتأكيد يعني الإجماع اللي تم على أن في هناك منظومة أبرقاد يجب يتبعه حملة دولية من أجل قضاء هذه الممارسات وإظهارها بشكل واضح للرأي العام الدولي وصناع القرار في العالم بالضبط من أجل تبني هذا المصطلح عالميا. احنا لاحظنا أن خلال الفترة الماضية تم استخدام المصطلح أكثر من مرة من قبل سياسيين في العالم من قبل أعضاء برلمانات في العالم من قبل نشطاء في العالم، تظهر النص اليوم يعني بدعم هاي الفرضية على الأرض بدعم هذا المصطلح بشكل كامل على الأرض، وهو ما يجب أن يقوم بعملية يعني بناء عليه من أجل يعني تبني هذا المصطلح من قبل المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومحكمة الجنائية الدولية طبعا كما ذكر الزميل صالح، إضافة لمؤسسات حقوقية دولية أخرى. بالتأكيد يعني التصنيف هي غير كافي لوحده، يجب ان يتم العمل على هذا التصنيف، يجب ان يكون نشر هذا التقرير والتقارير الاخرى ومحاوله يعني تحليل الواقع بشكل كامل من المجتمع الدولي واظهار ما يحصل على الارض بشكل كامل. طبعا دورنا احنا برضه من خلال عملنا على الارض اللي هو نقل الصوره الحقيقيه لمنظومه الابرقاد الاسرائيليه اللي يوميا احنا بنتابعها يوميا بتوفير يعني ارهاقاتها على الارض وتطبيقاتها
الأرض من خلال الممارسات المختلفة، عمليات الهدم المستمرة، مصادرات الموارد المستمرة، التضييق على المواطنين الفلسطينيين، التوسع الاستيطاني بشكل كامل حتى في داخل منطقة النقب، استهداف المواطنين الفلسطينيين جدا في داخل النقب من أجل البناء يعني البناء الاستيطاني وتحقيق السيادة اليهودية الكاملة. كل هذه المظاهر الأبلقائية الموجودة يجب أن نقوم بعملية صلحها وإظهارها للمجتمع الدولي وإثبات أنه المنطقة كما تحاول الجهات الإسرائيلية المختلفة وزارة الخارجية الإسرائيلية بحماسها أنه نعت إسرائيل بدولة أبلقائية ووضع شرعية عنها لا في مظاهر السويتش ولا أمريكا الإنترناشونال ولا بالتالي بكل جهة شرعية عن إسرائيل. إحنا جميعاً مشتركين في تصنيف واحد اللي هو انه في هناك منظومه ابرقايد، منظومه مناكره للقانون الدولي، منظومه تقوم باختراق القانون الدولي من خلال جرائم ضد الانسانيه، يجب توقيع وقف هذه المنظومه ويجب انهاء هذه المنظومه، وليس هي معاداه انسانيه او معاداه لدوله اخرى كدوله. نعم سيد كريم. الحقوق يجب ان ترجع وتعطى لاصحابها، يجب ان يكون في هناك اعتراف بحق المواطن الفلسطيني كما هو موجود بالنسبه لليهودي والمساواه الفلسطيني اليهودي، لا يعقل ان يكون اعطاء اليهودي الحق بالدخول الى البلاد على سبيل المثال، مجرد دخوله على البلاد هو يحصل على الجنسيه، والمواطن الفلسطيني اللي غير موجود في داخل هذه الارض هو مجرد في دفاع عن العالم ولا يستطيع الدخول على هذه البلاد حتى لو كان في عنده اقارب وكان عنده اهل وكان عنده جذور في هذه البلاد. هذه الشكل الاسهل للتنظيم العنصري لمنظومه الابرتاج، وبالتالي تكون المواطنين الفلسطينيين من الشيخ جراح حجه انها ملكيات يهوديه منذ 200 عام، والمواطنين في الشيخ جراح هم اللاجئين تم تشويههم من داخل بيوتهم في داخل قبه الغربيه وفي داخل يافا وفي داخل مناطق اخرى، ولا يستطيع المطالبه بحقوقهم، وإذا اليهود يستطيع المطالبه بحقه وليس حقه بشكل مباشر. هذه هي منظومه الابرتاج، فبالتالي دورنا اليوم انه يواصل المعركه وإظهار هذه الدوله كدوله ابرتاج وإظهار هذه المنظومه كمنظومه ابرتاج على طريق ازالتها وتخطيطها وتحشيد الرأي العام الدولي وتحشيد المنظومات القانونيه الدوليه لاجل محاسبه دوله ابرتاج وخاصه كما ذكر زميلنا صالح البنائيه الدوليه مؤسسات الامم المتحده القضاء المحلي في دول العالم المختلفه يجب ان تكون في المنظومات. طبعا هاي بتطلب عمل كبير من قبلنا كقطاع حقوق الانسان، بتطلب جرأه ايضا في تنفيذ تخليات تشغيل عمليات مراهقه. شكرا جزيلا لك. هذا الخطاب. نعم سيد كريم جبران. جميعنا نعم أشكرك جزيلا سيد كريم جبران مدير البحث الميداني في منظمة بيت سلم الحقوقية على كل هذه الإضافات في ملف اليوم، شكرا جزيلا. أعود إليك سيد صالح، ويعني كثيرة هي الأصوات التي اعتبرت أنه هذا التقرير هو معمق وشمولي أيضا ويرصد كل الانتهاكات ويحمل صفة ويحمل ما يتعلق بوصف الهيمنة اليهودية في الأراضي الفلسطينية. هذا يضاف إلى ترحيب الفلسطيني الرسمي والدبلوماسي بأهمية هذا التقرير. طبعا رئيس الوزراء دكتور محمد شتيه رحب بهذا التقرير وتحدث عن أهميته في ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية. أيضا وزارة الخارجية تحدثت عن أهمية الدور لمنظمة العفو الدولية وما طرحته في هذا التقرير. كيف يمكن التعاون في هذه الناحية اليوم؟ يعني هناك توصية إلى دولة فلسطين بأن تقوم أيضا بتوثيق الانتهاكات في إطار جريمة الفصل العنصري للأبارتايد والعمل من خلال المحافل الدولية كعضو غير يعني كعضو مراقب في الأمم المتحدة، ولكن عضو في مثلا اتفاقيات حقوق الإنسان، معاهدات حقوق الإنسان، ك الآن عضو في الدول المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية وغيره، باستغلال هذا الموقع لدولة فلسطين من أجل أيضا يعني الدفش من للمحاسبة القانونية. يعني فهناك دور على المسؤولين في دولة فلسطين بهذا الصدد. نعم. يعني.
طيب يعني إذا ما تحدثنا مثلا وأنت تحدثت عن هذا الموضوع ما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان، وهناك لجنة تقصي حقائق يعني تتابع أيضا الانتهاكات الإسرائيلية إن كان بحي الشيخ جراح إن كان من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كيف يمكن أن تستفيد من مثل هذا التقرير في عملها الذي ربما يبدأ قريبا؟ نعم، يعني بالتأكيد إحنا بتواصل مع الآليات المختلفة في الأمم المتحدة، وخاصة يعني في مجلس حقوق الإنسان إن كان المقررين الخاصين أو لجنة تقصي الحقائق التي أنشأت يعني بشهر 5 السنة الماضية، والتي كما أشرت بأنه أولا يعني عندها وقت غير محدود، عندها في ولايتها التحقيق في انتهاكات داخل إسرائيل، وأيضا ممكن نقل الأدلة لمحكمة الجنايات الدولية. سنقدم هذا التقرير طبعا للجنة تقصي الحقائق، وسنعمل معهم يعني على ضغط يعني على إدراج جريمة الأبارتايد كجريمة ضد الإنسانية في هذا التحقيق. يعني لجنة تقصي الحقائق لسه بلشت الشغل، في شهر 6 ستقدم أول تقرير لإلها. لا نتوقع أن يتم يعني التطرق لجريمة الأبارتايد في شهر 6، ولكن في الأشهر القادمة يعني بالعمل أيضا مع الشركاء إن كان مثلا بيت سالم أو المؤسسات الفلسطينية أو المؤسسات الدولية الأخرى كهيومن رايتس ووتش التي أطلقت برضو تقرير بخصوص جريمة الأبارتايد العام الماضي، لإدراج التحقيق فيما في لجنة تقصي الحقائق. نعم. طيب يعني نتحدث عن ما يتعلق بتقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة، ربما في عديد المحافل الدولية سيكون لديكم حملة في هذا الإطار، إلى أي مدى يعني يمكن اليوم بالفعل التعويل على مثل هذه التوثيقات الحاصلة؟ إن كنا نتحدث مثلا عن حصار قطاع غزة وهذا مركز عليه التقرير، اللاجئين، كذلك ما يحدث من تهجير للمواطنين في القدس، الاستيلاء على الأراضي وعديد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. يعني انضمام الآن كما أشار الزميل كريم بانضمام منظمة العفو الدولية لمجموعة من المنظمات الأخرى، أولا الفلسطينية الإسرائيلية وثم الدولية، يعني في توافق على أنه هذا هو الإطار لفهم الواقع الحقوقي في فلسطين، والدفش باتجاه المحاسبة، محاسبة على جريمة ضد الإنسانية، أنه لا يمكن تجنب هذا الموضوع من الآن فصاعدا، وأنه التأثير عن كان على الآليات الدولية أو على الدول سيكون أكبر بكثير، يعني وسيجعله من الصعوبة يعني من الدول خصوصا الدول الحليفة لإسرائيل الداعم لإسرائيل، سيجعل يعني صعب أكثر الدعم الغير مشروط بالشكل هذا. يعني فما نقوله بهذا التقرير بأنه زمن غياب المحاسبة انتهى، يجب البدء، راح يكون المشوار طويل، ولكن يجب ربط الانتهاكات وجرائم كلها مع بعض، إن كان الاستيطان في الضفة الغربية، الحصار في غزة، التهجير في النقب، القتل غير المشروع على يعني امتداد الجغرافيا، هذه كلها مربوطة في منظومة واحدة هي منظومة فصل عنصري أبارتايد، تقوم على يعني على هيمنة مجموعة على مجموعة أخرى، وستجعل يعني المناصرة والعمل الحقوقي والعمل القانوني نأمل أن يكون أكثر فعالية. طيب يعني ما يتعلق بأهمية التقرير في فضح الجرائم الإسرائيلية العنصرية المتأصلة في الأراضي الفلسطينية، قد يتساءل البعض يعني أنه منذ النكبة وترتكب هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، لكن يعني اليوم كيف ستختلف الصورة يعني في وجود هذه الجرائم؟ المجتمع الدولي دائما يتابع هذه الجرائم وجرائم حديثة ترتكب اليوم كما حصل في العدوان على غزة مثلا، فما الاختلاف هذا اليوم؟ يعني إطار الأبارتايد بيسمح أولا هو لربط الانتهاكات المختلفة في بعض، يعني في خيوط ما بين على سبيل المثال الاعتقال الإداري من جهة، القتل غير مشروع من جهة أخرى، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، التهجير القسري، التعذيب، يعني كلها مربوطة في منظومة واحدة، هون هي منظومة هيمنة واستبداد ترقى للأبارتايد.
هذه المنظومة الموجودة يعني كما أشرت هي قائمة على أربع أسس، هي الشرد الدمي، العزل والتحكم، سلب الملكية وخاصة الأراضي، والحرمان من الحقوق الأساسية. هذا الواقع الموجود اليوم في له جذور. التقرير يتطرق لهذه الجذور، يعني لما نطلع على الشردمي الفعل الأول هو فعليا النكبة في التهجير والتطهير العرقي للفلسطينيين اللي أصبحت بعدين إسرائيل، ومنعهم من حق العودة. سلب الأراضي هو يرجع لقوانين سنت في الخمسينات من قبل إسرائيل، كقانون أملاك الغائبين على سبيل المثال اللي هو صادر الأراضي والملكيات بشكل عنصري. الحرمان من الحقوق الأساسية، العزل والتحكم، يعني برجع للحكم العسكري الذي طبق على الفلسطينيين الذين أصبحوا مواطنين في دولة إسرائيل من عام 1948 وحتى 66 لفترة قصيرة لم يكن هناك حكم عسكري، وثم في 67 طبق هذا الحكم العسكري على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فهناك يعني جذور للواقع، واقع الفصل العنصري الموجود هون، وهذه الجذور موجودة في داخل أراضي 48. نعم. طيب سيد صالح، هذا التقرير وفور صدوره من منظمة العفو الدولية حتى قبل الصدور لاقى هجمة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلية. سنتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش. لم تنتظر وزارة خارجية تل أبيب منظمة العفو الدولية لتعلن عن تقريرها. الوزارة الإسرائيلية استبقت صدور التقرير بفتح أبواقها الإعلامية والتحريض ضده، وبحسب يدعوت أهرانوت فقد استعدت وزارة خارجية الاحتلال منذ مدة للتقرير، وتمكنت من الحصول على نسخة منه قبل الكشف عنه للإعلام. الصحيفة الإسرائيلية أكدت أن إسرائيل حللت مضامين التقرير وقررت شن هجوم مبكر على منظمة العفو الدولية، ووصفتها بأنها منظمة معادية لإسرائيل ومنحازة ومعادية للسامية وتنكر حق إسرائيل في الوجود حسب يدعوت أهرانوت. وزارة خارجية الاحتلال اعتبرت تقرير أمنيستي جزءا من حملة منظمة بدأت منذ بداية عام 2020 وتهدف إلى إعادة مفهوم الفصل العنصري في السياق الإسرائيلي حسب بيان سابق للوزارة. معهد الأبحاث الإسرائيلي NGO Monitor قال إن التقرير مشبع بالأخطاء ويكرر إلى حد كبير ما وصفها بمزاعم منظمة Human Rights Watch التي نشرت تقريرا مشابها في أبريل 2021. صحيفة هارتس علقت على لسان أنشيل فيفر بالقول إنه من الصعب التخلص من العادات القديمة، وفقط بعد بضعة أشهر من ولايتها تتراجع حكومة بنت لبيد وتعود إلى الدعائم الدعائية القديمة بدلا من التعلم من التجربة السابقة. صحيفة الجيروزاليم بوست علقت على التقرير بقولها إنه يمهد الطريق أمام الملاحقة القضائية لإسرائيل، والفلسطينيون يصفقون للتقرير. القناة العبرية 13 عنونت على موقعها الإلكتروني بالقول إن منظمة العفو الدولية تعمل ضد إسرائيل. مصادر عبرية توقعت سلسلة ردود فعل غاضبة في الأيام والأشهر المقبلة، وأكدت أن إسرائيل تأمل ألا يحظى باهتمام دولي واسع لانشغال العالم بالتوترات الحالية على الحدود الروسية الأوكرانية. نهر جمهور، تلفزيون فلسطين. إذن صدى كبير أخذ هذا التقرير في الأوساط الإسرائيلية لا سيما السياسية منها، وهجمة موسعة وتحديدا ما يتعلق بوصف منظمة العفو الدولية بأنها ضد السامية وأنها منحازة تنكر حق إسرائيل بالوجود، يعني وجزء من حملة منظمة ضد إسرائيل، هذا ما قالته الخارجية الإسرائيلية. كنتم تتوقعون هذا الهجوم؟ نعم، هو متوقع يعني من أي دولة تنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وفي هذا السياق يعني تقوم بتطبيق منظومة استبداد وهيمنة يرقى إلى الأبارتايد بأن تكره الحقيقة أو أن تكره منظمات حقوق الإنسان التي تكشف عن هذه الانتهاكات بشكل علمي وبشكل مهني وتؤطره في القانون الدولي.
يعني مش رح نتوقع بأنه إسرائيل طبعاً اللي قائمة على منظومة الفصل العنصري للأبارتايد والتي تقوم بجريمة ضد الإنسانية إنها تكون يعني مبسوطة من هذا التقرير. وطبعاً هذه الأدوات بالهجوم باستخدام قضية المعاداة السامية وغيره يعني هو متوقع واستخدمت ضد منظمة العفو الدولية وضد منظمات أخرى. يعني الحكومات المتتالية لإسرائيل هي معادية لحقوق الإنسان، يعني وأكبر مثال على ذلك هو تجريم 6 منظمات فلسطينية العام الماضي ووصفها بأنها منظمات إرهابية. ليش؟ لأنها تقوم بتوثيق الانتهاكات بشكل علمي ومهني وتقدم هذه التوثيقات للجان تقصي الحقائق لمحكمة الجنايات الدولية، وهو ما يقلق إسرائيل. يعني طب إسرائيل تقول أنه هذا التقرير، تدعي بالأحرى أنه مشبع بالأخطاء، يعني كيف تثبت إسرائيل ذلك؟ لا، هذا هجوم يعني طبعاً، والتقرير قائم على توثيقات يعني قمنا بها بشكل مهني وعلمي، على يعني اعتمدنا على توثيقات على مدى 20 سنة الماضية، وأيضا قمنا بتوثيقات في سياق كتابة هذا التقرير في ال4 سنوات الماضية. هنا يجب الإشارة إنه إحنا توجهنا لحكومة إسرائيل وطلبنا اجتماع في شهر 10 السنة الماضية لمناقشة يعني استنتاجات التقرير وما يعني ما هو موجود الآن في النشر، بس يعني أعطى فرصة للرد على هذه التوثيقات. طبعا إسرائيل لم ترد على هذا الاجتماع. الآن تمارس على المنظمة ضغوطات من قبل دولة الاحتلال، وهل يعني تتوقعون أن تصل إلى حد ما جرمت به المنظمات الست بالسابق ووصف بالإرهابية؟ هل تتخوفون من ذلك؟ يعني إسرائيل عندها أجندة معادية لحقوق الإنسان ومعادية للمدافعين عن حقوق الإنسان. في 2019 زميلي عمر شاكر مدير منظمة Human Rights Watch في البلاد تم طرده يعني بسبب عمل المنظمة لفتح انتهاكات إسرائيل. المنظمات التي جرمت يعني 3 منها هي منظمات حقوقية نعمل معها بشكل شراكة، ونعتبر يعني هذا التجريم هو هجوم على منظمة العفو الدولية أيضا. يعني نحن ممنوعون من دخول غزة على سبيل المثال من قبل إسرائيل، يعني ما من سنة 2012 أنا كنت آخر مسؤول في منظمة العفو الدولية اللي استطاعت دخول غزة لتوثيق انتهاكات يعني هناك، إن كان انتهاكات إسرائيلية أو انتهاكات يعني. طيب يعني هذا الهجوم هل يمكن أن يؤثر على عملكم أو يشكل لكم تخوفات يعني في إطار هذا العمل الحقوقي وكشف هذه الجرائم؟ يعني أنا ما بدي أتوقع إشي، بس كمان مرة هو الإشارة بأنه الأجندة معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان، هناك تجريم للمدافعين عن حقوق الإنسان، هناك طرد كما حصل مع عمر شاكر، هناك تضييق على حرية الحركة. يعني على سبيل المثال في المؤتمر الصحفي اليوم إحنا عرضنا فيديو لزملائنا من مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان في غزة اللي لم يستطيعوا أن يكونوا معنا بسبب السياسات اللي هي جزء من منظومة الأبارتايد اللي بتحد من حرية الحركة بما يشمل حرية الحركة والعمل للمدافعين عن حقوق الإنسان. هذا كله بقيد عملنا أيضا إحنا، يعني لما زملائنا وشركائنا في غزة على سبيل المثال بيقدروش يطلعوا بسبب الحصار، معرضين أيضا هم نفسهم على سبيل المثال في خلال العدوان العسكري إن كان في 2008 و2009 أو في 2012 2014 و2021 هم أيضا معرضين للمخاطر من خلال هذا العدوان. يعني هذا كله برضو بيأثر على عملنا بشكل عام. إحنا مجتمع واحد، إحنا شركاء هون، وهجوم على أي طرف منه هو فعليا بؤثر على الأطراف الأخرى. هل نتوقع المزيد؟ يعني نحن طبعا يعني نتوقع. طيب يعني أيضا يعني هي تحدثت عن أنه هذا التقرير لن يحظى باهتمام واسع لانشغال العالم اليوم بما يتعلق اليوم بروسيا وأوكرانيا وغير ذلك، هل تعتقدون ذلك؟ هل تعتقدون أنه الوضع العام الدولي طبعا أن يؤثر على هذه النتائج للتقرير وأهميتها وتفعيلها لدى المجتمع الدولي؟
هلا كما أشرت يعني هناك فرص كمثلا لجنة قص الحقائق، التحقيق في محكمة الجنايات الدولية، ولكن هلا لهون دورنا كمنظمة عفو دولية في 10 مليون عضو حول العالم بفرض هذه القضية على أجندة الدول وعلى أجندة المؤسسات الدولية، يعني هذا جزء من الحملة بأنه ما يتم تهميش هذه القضية وأنها تظل يعني في وسط اهتمامات الدول، وأنها تؤثر كمان على علاقة هذه الدول في إسرائيل التي تقيم منظومة الفصل العنصري على الفلسطينيين يعني. فهذا جزء من الحملة، وسنعمل مع شركائنا كما أشرت يعني إن كان الفلسطينيين إسرائيليين أو دوليين في إبقاء هذه على سلم الأولويات يعني. طيب يعني هذه الهجمة التي تمارسها دولة الاحتلال اليوم ضد التقرير يعطي إيحاء بأنها تخشى من أي حراك قانوني ضدها، وتتحدث عن أنه هذا يمهد الطريق أمام الملاحقة القضائية لإسرائيل. إذن إسرائيل اليوم تخشى من مثل هذه الملاحقة وتعتبر أنه ما جاء في هذا التقرير سيدينها. نعم، عشان هيك كان في هجمة، يعني هجمة مسبقة للتقرير، يعني قبل بيوم من إطلاق التقرير تم تسريبه وتم الهجوم عليه من يعني أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، يعني كان في فيديو لإير لابيد، وهذا إشارة على الخوف، وهو خوف من الحقيقة، خوف من كشف بأنه الواقع الموجود تفرضه إسرائيل هو واقع فصل عنصري على الفلسطينيين على شقي الخط الأخضر فيما يتعلق في اللاجئين، وهذا الربط يعني ما بين الواقع الفلسطيني المشرذم مع بعض في إطار الفصل العنصري طبعا يقلق إسرائيل. مهم الإشارة هون بأنه الأبارتايد الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية معرفة في القانون الدولي، وهي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. هناك مسؤولية على الدول وعلى المؤسسات الدولية في التحقيق في هذا الموضوع، وهذا ما يقلق إسرائيل. طيب يعني إذا تحدثنا عن هذه المسؤولية وأخذنا على سبيل المثال الجنائية الدولية التي هي مدعوة للتحقيق في جرائم الحرب وبالإحاطات التي رفعتها دولة فلسطين، إن كان بالعدوان على غزة وملف الأسرى والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كيف يمكن يعني تفعيل هذه المطالب اليوم أمام ما جاء في هذا التقرير الذي يضم إلى تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى في وصف إسرائيل تحديدا بدولة الفصل العنصري؟ يعني أول شيء احنا نأمل أنه المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بأنه طبعا ينظر في جريمة ضد الإنسانية الأبارتايد، ونأمل برضو أنه دولة فلسطين تقوم بتحرك قانوني بهذا الاتجاه. يعني هناك فرصة في هذا التحقيق، هناك ولاية قضائية لمحكمة الجنايات الدولية في النظر في جريمة ضد الإنسانية الفصل العنصري الأبارتايد، وهذا ما نأمل الحصول عليه، يعني هناك فرصة يجب استغلالها. طيب ما يتعلق أيضا بما ورد في التقرير من أهمية بالتزامن مع تعالي الأصوات، وخاصة عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في كثير من الفعاليات الاتحادات والنقابات وأيضا أعضاء في الكونغرس من الديمقراطيين الذين وصفوا إسرائيل بدولة فصل عنصري، وحتى يعني كنائس تدخلت في هذا الموضوع وتحدثت عن هذه السياسة. هذا التوائم كم هو مهم في تعالي هذه الأصوات وفي تفعيل هذه القضية؟ يعني هذا مهم جدا، لأنه هناك تغيير، يعني هناك تغيير على مستوى البرلمانات بما فيه الكونغرس، هناك كما أشرت أعضاء في الكونغرس الآن بيستخدموا لغة الأبارتايد، بيشيروا للجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، يطالبون بالمحاسبة، يطالبون الحكومة يعني بالتحرك، وهذا جدا مهم، ما كانش موجود من قبل يعني بهذا الشكل. يعني هناك تضامن دولي، يعني كما رأينا مثلا السنة الماضية الحركات حول العالم، المظاهرات لمناصرة الأهالي في الشيخ جراح وسلوان وغيره، هذا جدا مهم ويجب البناء عليه وإكماله. وهنا بيجي دور منظمة العفو الدولية أيضا في الضغط على أعضاء البرلمان، في تجنيد الأعضاء، في استكمال هذه المسيرة لحد تفكيك منظومة الفصل العنصري الإسرائيلية. وما هو مهم نشير إليه أيضا سيد صالح، مثل هذه التقارير والدلائل القانونية المستندة إلى القانون بالأصل اليوم كم تعزز موقف المنظمة
المواطن الفلسطيني الذي يتعرض لمثل هذه الجرائم وتنتهك حقوقه بكافة الأشكال والتي تفصلونها في التقرير اليوم، ويعني تضعونها بصورة معمقة حول ما يجري في الأراضي الفلسطينية من هذه الانتهاكات التي ترقى للجرائم ضد الإنسانية. يعني نعمل أنه منظمة العفو الدولية تلعب دور في رفع يعني صوت المواطنين المعرضين أو اللي هم ضحايا لمنظومة الفصل العنصري للاستبداد والهيمنة الإسرائيلية. نعمل أيضا بأنه إطار الأبارتايد يسمح بربط الانتهاكات المختلفة مع بعضها البعض، فما يعني ما نشوف انه الاعتقال الاداري من جهه، القتل من جهه، التهجير من جهه، هم امور منفصله عن بعض ولكنها مربوطه مع بعض في منظومه واحده. هذا الفهم وهذا الاطار نامل انه يكون مهم، يعزز من التحرك والمقاومه يعني الموجوده من قبل الفلسطينيين من سنه 48 ولحد الان، والفلسطينيون يعني باشكال مختلفه يقاومون هذه منظومه الاستبداد والهيمنه الاسرائيليه لحد اليوم. يعني بنشوف في حركات على سبيل المثال في النقب ضد التهجير القسري، المطالبه بالحقوق الاساسيه. هذا التقرير هو ايضا استجابه لهذه التحركات الفلسطينية، ونأمل أنه طبعا هذه التحركات تستفيد من التقرير. نعم، كل الشكر لك سيد صالح حجازي مدير مكتب القدس في منظمة العفو الدولية أمنستي على كل هذه الإضافات والتوضيحات حول التقرير المعمق الذي صدر من هذه المنظمة حول ما تؤكدونه من نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين. كل الشكر لمتابعتكم، ودائما نلتقي في ملف اليوم. هذه تحية وإلى اللقاء.